بفضل توجيهات ملكية سامية، وبعد انتهاء الحريق بادر السيد رئيس الحكومة مشكورا بهذا اللقاء هذا. فالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخماد هذا الحريق المهول وهذا الأضرار اللي لحقت الساكنة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة، وخصوصا بدك إقليمين، إقليم العرائش وإقليم تطوان. فاحنا اليوم وقعنا اتفاقية إطار مع الحكومة مشكورة واللي كانت كتتبع يعني هذا الحريق يوميا كذلك. فمجلس الجهة كذلك فهو اليوم كيساهم بواحد المبلغ مهم فوق 8 مليون درهم ليواكب عملية إصلاح هاد المنازل اللي كانت ضغط. هما 150 منزل اللي هما في المنازل ديال في اقليم العرائش و26 منزل في اقليم تطوان. فهذا هو مرة اخرى باسم ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة كنشكر التفاعل ديال الحكومة، واليوم هو هذا التنسق العمل الجد اللي بغيناه يكون يعني مثمر في كل محطات، نطلب الله في محطات اللي يكون فيها خير كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.